بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ودرسنتي كتاب كني 100 حديث للحفظ وحان سوغاني اما ان كبلا بينا باذن الله سبحانه جل وعلا حديث كافرتنات وانا درسي نيشنات. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث كبخاري مسلم باورنية، وحديث صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحي للنبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ضدك هدي أي أغان لهايين ما في النداء آذانك فضلك كنحسغن، أي ما في النداء أي فضل الأذان، آذانك فضلك سهدي أغان لهايين يو الصف الأول صف كهراء أولي بإمام كمدك تيساء إن لغت كذايك فضلك كسغن هدي أغان لهايين. ثم لم يجدوا أين سكلك غاري كرين أو أين كهلي كرين إلا أن يستهموا عليه إن أقر الوتان أو أقر تورتان ما أهانه أين سكلك كهلي كرين لاستهموا ويقر توران لهايين بنبي صلى الله عليه وسلم. ولو يعلمون هدي أي أغان لهايين ما في التهجير كالهتانك لو كالله صلاة الصبح لاستبقوا إليه ويؤكل نختم لهايين ويؤترتم لهايين. ولو يعلمون هدي أغان لهايين ما في العتمة عشق المالك صلاة لتكذؤ عشها لقوضاي إيا والصبح صلاة الصبح فضلك كجر هدي أغان لهايين لأتوهما ويتقي لهايين لبدا الصلاة ولو حبوا سلك سقد بها أتقين كتقين أيها السلك كسقيا أيها السلك كسقيا بها تقين أما قرقورا هيئة ويتقي لهايين بنبي عليه الصلاة والسلام. هذا حديث كان أفرتنات أبو هريرة ونورنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا وحكوسة بسنية هي فضلك عباداتك قيبت ولب الصلاة إي آذانك عباداتك فضل العبادات قيبت الصلاة أي حديث كان صغى كوسة بسنية هي. نبي صلى الله عليه وسلم وحكو لي رجلين يا مسلمين تايو صحابة ضبا إن أي خير كأودك دجان خاصة فضل يا آذان كأيال أي حديث كتل ماما يا لو يعلم الناس ما في النداء أدنكو والتوحيد إعلان لإعلامنا يا توحيدك سلا درادة أي قفك أدماء فضل قرئة أي نبي أشيغي صلى الله عليه وسلم أويري قيامة وحيمان دورنا أيغو قرنا دير له
oo luquma dhaadheer laba iimaan doonaan markaas la yaabi doonaa oo la dhihi doonaa waa ay kuwaasi markaasuu alla dhihi doonaa malaa'igtu kuwaasi waa kuwa addimi jiray ayagoo calaa manaabira min nuur weliba ku dul sugan buu nabigu yidhi sala allahu aleyhi wasalam waxaa u marakacaya wax walba markii laga reebo maxaa la yidhahdaa ii keen jinka oo asagu waxaa weeye markii la adima wuu isqarinayaa waa uu isqarinayaa oo neefta dadka gadaal ka timaado oo kale isku qarinayaa isku dhagatirayaa laakiin qofka adima waxa u mara kici doona maalinta qiyaama wax walba geedaha iyo qoryaha iyo derbiyada intaba haddaba xadiidku qaybta hore wuxuu ka warramayaa fadliga adaanka iyo dadka adima fadliga ay leeyihiin biqowlihi calayhi salaatu wasalaam low yaclamu annaasu maa fi nidaa wasafi alawali iyo safka hore oo lagu tukado fadliga ay leedahay ayuu nabiguna barayaa sala allahu alayh wasalam safka hore lagu tukado weliba dhinaca midig imaamka lagu tukado fadli khaas ah ayay axaadiista nabiga u sheegtay sala allahu alayh wasalam qaybta labaad oo xadiidka wuxuu tilmaamayaa nabigu sala allahu alayh wasalam si kale haddii aan lagu heli karin ilaa in loo qori tuurto ma ahane taana waxaad ka garanaysaan qorituurku inuu yahay shay sharcigeennu uu beneeyey waana shay lagu kala baxo oo cadaalada walidaalika haweenka nabigu calayhi salaatu wassalaam marka uu safraya waa u qori tuuri jiray gabadha soo baxda unbaana raaci jirtay nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu kaloo nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam walow yaclamuuna maa fi ltahjiiri lastabaquu ilayh cibaadada in loo degdego oo salaadaha loo kallaho ayuu nabigu nabarayaa calayhi salaatu wassalaam walow yaclamuuna maa fi lcatama waalsubxi cishaha iyo salaada subax ayuu si gooni a nabigu u tilmaamay sala allahu aleyh wasalam waana labada salaadood ee munaafiqiintu oo nabigu dhihi doona calayhi salatu wasalaam oo noo imaan doontaaye labada salaadood ee munaafiqiinta ugu culus waa salaada cishaa iyo salaada subax ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waali wasalam marka xadiidku waa xadiid cadiima low yaclamu annaasu maa fi lnidaa'i waalsafi alawali fama lam yajiduu ila an yastahimuu calayhi lastahamuu walow yaclamuuna maa fi ltahjiiri lastabaquu ilayh walow yaclamuuna maa fi lcatamati waalsubxi la atawhumaa walow xabwa xadiidka afar iyo tobna afartan iyo koowaad can abi hurayrata radia allahu canh anna rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaal ida uqiimat alsalaatu falaa ta'tuuha tascawna waatuuha tamshuuna calaykum bisakiina waatuuha tamshuun calaykum bisakiina famaa adraktum fasalluu wamaa faatakum fa atimuu xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinaya nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waxa uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam idaa uqiimat alsalaah haddii salaada loo aqimo salaada haddii loo aqimo ayi salaa falaa ta'tuuha tascawn idinkoo ordaya salaada ha tegina idinkoo ordaya salaada ha aadina ha ordina ha degdegina wa atuuha tamshuun imaada idinkoo tartiib u soconaya calaykum bisakiina waxaad laasimtaan deganaan isdejiya calaykum bisakiinati waalwaqaar riwaayo kale yacni laasima sakiina iyo deganaan iyo degdeg la'aan famaa adraktum wixii aad salaada ka soo gaadhaan maca alimaam fasalluu tukada wamaa faatakum wixii idinka tagana fa atimuu imaamku markuu salaada ka baxo idinku salaada dhammaystirta buu nabigu leeyahay sala allahu alayh wasalam haddaba xadiidkan saxiixa imaamu albukhaari iyo muslim ba ay soo warinayaan min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku saabsan yahay baan u jeeda oo ka hadlaya xadiidkan aadaabta salaada loo aadayo salaaddu ku saabsan yahay haddanana aadaabta iyo qaabka salaada loo aadayo loogu degdegayo haddii aad salaada aad laydin aqimo
نبي عليه الصلاة والسلام حليها أردنا محايلة الله بدأ أتقاضي سبع أجر لغو قرية محايلة صلاة خشوع بي أباهنت أديقو دقدق أيو نفتورية إلى صلاة دقا شلام أقرأ أديقو دقن أو شركة دي قلبك أقول دقيا إنا ربي قابشه أديقو تاقن أد الله أكبر هذا واسد النبي نبري عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تصعوا إذن كو أرد يا صلاة ده إيماننا واقيبتك بعد تاوانا لو أدي دي صومة هذا ما حانا لو أقولي نبي صلى الله عليه وسلم قولي وأتوها تمشون إذن كو صعر يا إيمانا هذا رتل الله بعد إذن كو ترتيب صعر يا عليكم السكينة أي عليكم بالسكينة والوقار دقنان إيوه وقار إيا السكينة حسلوني إذنكو إذن كم موقته إماد أبو نبي عليه الصلاة والسلام وانو إماني ترتيبا نسوسعني صلاة ما سيد دقنوح لني فما أدركتكم فما أدركتم وحي أتصوها لشان فصلوا تكذا أي نبي عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصل إمامك واحد كسو قادان أو كليئة إمامك لا تكذا إمام بانديضة هاي وما فاتكم وحيدين كتاقانا فأتموا بعد انصراف الإمام إمامكم مركو صلاة كبحو لما يسترتع أي نبي له عليه الصلاة والسلام وحديث عظيم وقيمة بضن ولذلك بعد أركي سادتك حديث كان ضد يربا كل رقمه مالكا فيري صدتك عامدة اه اي مساجدة دا امادة وحاد اركيسة امامك او ركوع سنبو سيو قليا مركاسو انتو سو اردو ديك 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 سو دهو او دوتك تشويشيو ايو هدنانا نوقيا قيلا وحولا ان الله مع الصابرين حتى ان الله مع الصابرين وكلمة ونكسن لكن كلمة لقاقوه الرئيبة معها سلفكم مين اقول ان الله مع الصابرين اوامحي السجى ويا معنى هذا لذلك تكنا يب الله الله يا مكاسا السجى تاجن صلاة ما حلنا يه سي الركوع أو جارو دون يه السجى محل إلى هذا سي الركوع أيو الله أكبر ليه صلاة دون استاج إن لو حدا يه أو إن صلاة استاج لو حدا وركن أركان صلاة كم يدوي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا صدرات القفك وحلق الدنيا عليك بالسكينة والوقار أي نبي نبرا عليه الصلاة والسلام حديثك الله بي أفرتناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل والحديث في الصحيحين حديث البخاري ومسلم باورين اياه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه محيين النبي عليه الصلاه والسلام لا يزال كمزول ايه قلب الكبير قفك وين قفك وين الدقوبي قلب جيسو كمزول ايه شابا انه لن يرك يهي انه لن يري يهي قفك وين قلبي يسو كمزول ايو في اثنتين لبشي لبشي انو للي يركي هاي قفك وين قلبي يسو كمزول ايو قفك وين هذي شركي سيبا دقوبي لكن لبا الرماض للي يركي في حب الدنيا شعيلك الدنيا للي يركي وطول الامل نفتعيلك إيا إنو دورا يا إنو سينا ولا دانا للي يروكية وصدق عليه الصلاة والسلام حديث كان سقى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نبي حنا غشا كان يا عليه الصلاة والسلام قفك مركو وين هذا أو شركي سو وين هذا أدون كان إن بدن وصولنا ولا هذا وحصول لقي كري وصول لقه وحصول لكرينا وصول لقه قرت أي صومالي ذو لحظة
أني هذا الصلاة إيه إلى التمرأة سيدا أي نهار وكالي وأنا كلمة إسكا باطلة قفكو إنتو يري أي مرة بإنو عباديست قلتو وين هذا لي هذا الصلاة با إلى التمرأة ما هي إما إنت القان قادية إنت الكلمة نيسا إنت أولا عيسى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين عابد ربك واسجدوا واركعوا واعبدوا وافعلوا الخير خيرات كسل دون إن الله تما ضه ما كان النبي وحنا غو رمي عليه الصلاة والسلام قارت قفك وين هذا الدقابة تركي وكوينان يا لكن وحاجر الله ما الرماضة وسن كوينانين أو وري أولا لي ركي هاي ككوباد وحاويا وجعلك الدنيا قفك مركز سي وين هذا الدنيا سي تعلان يا سيدوك وطول الأمل الدنيا إنه كسي نور هذا هو تعلان يا باقي كسي النقضة أيو تعلان يا سوميدا أركن أنا جي إذن كما الله نجا عافيه قفك وين أو ويل أه أو إنتو عذر هذا خطر كأكون داعي إنت سو متغنى وقت أه هي إنت سو العقل لو بحين أيوه كيف السبير كلو بدله وفي عنتها لكن قفك وويل سيدي تنشر سيا شنشروا وحكود لا يا إنو سين ولا عضو وحكود لا يا إنو الدنيا كسي باقي النقضه لكن نفر بأجل يا وقت بين هذا أسباب تمدي دني لكن قف كان نفتح أي الكيسو أم بي علامة يا الدليل يا تصالة أتاي حولها نواصل أوكلا حديث كأفرتني يا صدحات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار حديث وحابرنا ولنا يا بخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام لا يشير يوسف كفيق أحدكم من إذن كإذن كميرا يوسف كفيق على أخيه ولا الكي سكلا مسلم كأبي السلاح هب يوسف كفيق بنبي الله صلى الله عليه وسلم من دي أما قري أما بينات أما ورن وح الله وحي وح مدأرن أما وحد لا أورن أما وحد لا أورن أي نبي نوشيك يا صلى الله عليه وسلم إلينا بنارين إلى القف كراء مسلم أهو ورالك أتقف في قضو محايري نبي واعي لي عليه الصلاة والسلام فإنه أرمك إيشانك وحويهي إلاذ وحيتهي لا يدري قفك مجرن أيوه لعل الشيطان نك الشيطان لا إله له ينزع إنو سيبو في يدي شيطان بلغا يابا إنو قعنت هذا كسيبو وفيقع مركا أوكدعو قفك أساقا مركو قف مسلمة قعنت وحو كوهي إنتو كفي قو شيطان وكسيبو وقفك ساكدلو أما كدعو وفيقع في حفرة من النار قفك مركا أوكدعو قد ناري أي نبي الله صلى الله عليه وسلم حديثك وحوت الماما يا أخلاق ذا هي آدابتا قفك مسلم كأن لقد دون ايو قارت اوها ايو شي ضدك نبي كرا سيدو او استعمال لها لنعكلي حديثك وحنو كقادرين حرمة دم المسلم قفك مسلم كأن ايجي سحرمة اوليه أفرصو لا يشير يوسن فيق أما كت المام أحدكم من إذن كإذن كمد على أخيه ولا الكيس إسلام كأكل بالسلاح هب يوسن كفيق كفيق سكدا إنا دولق سدئ إنا ديش إسكدا إنا كفيق ذا لديد يمندي أما حبط أما
يا واحد لا ميت كأ إن القف مسلم كفي قضه أيا لدينا يا دي لا سجع حاجز كده إن الأوقة سد إن الدشنا إسكبا دابا حق درات كدش لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح أخيه وحيقين ساقفك مسلم كحرمة دون إن وليه كلمة على أخيه قفك مسلم كأ حرمة دون إن وليه أي نبي عليه الصلاة الله عليه وسلم صدر هذا يدبر نبي أحاديث كلا كل شيء جاي هذو قف إذن كإذن كمين المسجد كله أجيره أو من دي أما توري وهايستو أفك حق أفتو يوصل قدال قبانين أفك حق أفتو أي نبي عليه الصلاة الله عليه وسلم إسكدا إن القري إنت سوق أغلطو المتغى نائيكير الأمان كأن كسارتو خطروا الشيطان كان لغي يابا إنو كو قرحيو وهي نبي محمد بالي عليه الصلاة والسلام حديثك وحاكر لك قال سد للذرائع اسكموس وإن اسكموس تو بيها انت إنا كوسو قلين شاكد أدق وإن قال تو انت إنا دحانكو قلين كبا أدق وإن حلطو انت إنا دحانكو قلين انت وإن انت انت إنا تيب شكو ودعين سد للذرائع ولا تقرب الزنا زنا ده ودوان بمعنى في رضائي إنها سئادا أغدعين سد للذرائع الوقاية خير من العلاج سادة رادة أيها النبي صلى الله عليه وسلم نوت الماما يا وإنت هذا القف مسلم وح جارسين هرتها بكون فيق أما أفك قبو إلى لا هذا مر أي كافك توا من دي أوسك تكتيوي مرك مسلمين تو هايس إلى ليانو هلا يسكا إلى ليو وح وح نبيا المسلمين تبلح ضوضة لغو فضو ضوضو أما لغو سهل دو ميقاي حبط قفك غفك تي ميقاي انت يكون في قضي اي متغ انا كل عضي ميقاي من دي كل عضي هذي اللي ولقى استقر لغو تلقى لنا ايضا وحاويان وارين خطرت هذا له شريعتنا ميل اضاق اي اكتي لا يشير احدكم على اخيه بالسلاح فانه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يدي انت وحلقى قادنا اياه وحدتك اسكد رأينه الشيطان هلك وحلقى قادنا اياه الشيطان كإنه عدو وقفك مسلم كأيه هلك وحلقى قادنا اياه الشيطان كإنه قفك وحقر حين كرؤه وحقر تزيرين كرؤه مركا عن تكساري كرؤه هلك وحلقى قادنا اياه انت اسعوه بسلوه حبن اهو في قئة او حديثك لقى لصول احبه حيوه فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار جملة لنا وحلقة قادة قدام بيسا قفك قف مسلم حق درا كد له إنه النار قليو الله إنه أطوبت كينو أما حقوضي متخانا حق إسكال لقموين دي القرآن كانت قرم إسكال دابا محالي إلا دوحك له هل آيضا القرآن كأبال قرم إسا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأهل خطر هل كان النبي عليه الصلاة والسلام فيقع في حفرة من النار أركا إن أرنت على سكيل علي وحي قف مسلمة وحرم يا قولا وفعلا وإن قفك مسلم كأكلت عذرا حديدك أفر يا أفرتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه حديث البخاري مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم أحد إذن كإذن كامل إنه سوق قرية قرطه قرية حافظ الدبك اللغو الشده انتظى اللغو كرسده أيال لغو الله لأن يحتطب إنو صوحاب قرطه أحدكم من إذنك إذنك مده حزمة حقل أو حابة حقل شو حالي لدى يعني قعنت إلى قربك إنت أودا حيسا واحد بوحية أما هدي هوسلو فوريو قعنت إلى مسكتة وحودة حيا واحد بوحية أو حابة أيال لغوضة حابة إيا قريها دبك اللغو الشتو أيال حابة كوضة
لأن يحتطب أحدكم حزمة، يعني حلال حابة إنو صوغرته مد إذن كإذن كمدة على ظهره دبر كيسان كسوقاته، أيا خير له أو خير بدل من أن يسأل إنو بريوتمو أما إنو ويديستو أحدا قف قف إنو لها مغان الله وحالا إسيو قف إنو توقصدو أو قعما هورصدو أيا أغا خير بدن وحا أغا خير بدن إن أبنانك إنتو آذا أو قرية صغرته أو نبرك كسو قاضو كدبنا أو سوق كينو عضي إيا قريو يانيو بصل إنا سوق لفريسته أيا كاغا خير بدن إنا ددك وحبرين إنا ددك وحوي ديسته لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد قف إنو وحويديست تاسا أو خير بدن مركا قفك وحلا ويديست فيعطيه سيا أو يمنعه ديديا إن قف وحلا ويديست أما وكسين أما وكوديس لبدا ميدو بين غرس مركا محابكو قرسين إن لقو ديد إن لقو ديدو إن لقو ديدو أما لقو سيا محابكو قرسين مركا هربا كتحدر أو إسك إلالي أي نبي إليه صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه حديثك وحنوت الماما يا أكا الله يا وحل يا العفة نور صونانت وحلو يقان قفك نور صلاة إلهي ما نوره وحكى الله يا حديثك قناعة وحقال لك السيئين أكو قناعة حديثك وحال لك قادنا يا قفك إنو شقيستو أو أصو وحصو صارتو أيو حديثك دي رجينا يا شقضا يا وحصو صارك قالنا ما بارينا مسلمين بان إسلام كان باري شرعي أيانا باري بل حديثك أوفيرسو إنت العين قال الله شقيستو وصحوي حتى نبي وحو قرسي عليه الصلاة والسلام قف إذن كإذن كاملة هدو اللان هدو قعنتكو هايو أبح لان بانوش إله هدو قعنتكو هايو وأدون كان حقا لقصه الرقيو هدي أوادو هيلي كان إنو تلالو فليغرسو ها تلالو نبي عليه الصلاة والسلام يعني دي رجالين تشقضوا ويالسكو دي رجالين أيو أيو نبي نوشيقيا عليه الصلاة والسلام حديثك وحا لقى قادنا يا مركز شقال إنو قفك الشقا يستوى لقى قادنا يا سيدة أوكالي إنا الله حقيرين وحا لقى الشقا يستوى أوضا دين أنا أوضا حفيز فدين أوضا ورقلا سحيحين ما شقا يستوى يا ميا شقالها هيا ريسانيني إلهي باكو بركينا يا شقا يستوى حديثك يا لقى قادنا حزمة على ظهره سيدة أوكالي وحاك الله لقى قادنا يا يعني البريضو لباتضع يحمان تأيليه ده هاي أيا لقى قادة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا وانا مده واحد بحينا يسه أيا خير من اليد السفلى وانا مده واحد ويديسا يعني قعنت صريئة واحد بحين أيا كخير بضان يعني قعنت واحد ويديسا حديثك وحاك الله لقى قادة عدة ألوح ويديستي إنا يأما وحكو السين كرتا أما كود ديني كرتا أين قصب هين إلى مركا واحد قصيص مركا واحد عظيم وخير بدن لكن واحد واحد لو يدي سن كرادتك مرر لو يدي سن كراشرتؤه ومركا ضد مسلمين أما جماعة مسلمين أما لوقف مسلمين إنتي واحد أحمران أذوق حولكم مصلحة يسوع وأتوك كلا صارتو وأطيه كرتا ورحولها الليلة قارامو يعني ضد بكو كلا مصلحية وأطيه كرتا وحيانا لقى صوريه بأي أجره حديث كشني أفرتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم روايك لبيوتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث البخاري ومسلم باوري من حديث أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت وحان دمعي أن هميي أن دوني أقص دعي أن آمر بالصلاة صلاة إن أن أمر إن لا أقيمه أي أمر إن لا أقيمه وحان دمعي إن أن أمر صلاة إن لا أقيمه فتقام مركا لا أقيم الصلاة مركا لا أقيمنا ثم أخالف أنونا أن أدمره وأن آده إلى منازل قوم قرء قريهود أن حقه لآده رك لا يشهدون أن إيمانين الصلاة الصلاة صلاة جماعة أن مساجد كسوة تكرين أيام دم عيبو يرئين أن قريهود أن أدب مرأة كذبنا فأحرق عليهم بيوتهم قريهود أن كقروه. حديثك هو حديث عجيب وحونا حديثك قال الله يا صلاة الجماعة فضل لقى أيلاد هاي بكسها بسي فضل صلاة الجماعة في المساجد إن مساجد ده صلاة الجماعة ده اللي قلت كذو فضل لقى أيلاد هاي بحديثك قال الله يا سيدا أوكال حديثك وحو تلماما يا أو كسها بسي وعيد قد أدك oo loo goodinayo cagaha dhulka loogu dhufanayo dadka salaada jamaacada ka haraya ee aan masaajidada salaada jamaaca ku tukanaynin ayuu xadiidku waciil adag u yahay maxaa yeelay waxa naar waajibiya yacni nabigu sallallahu calayhi wasallam fa uxariqa calayhim marka laqad hamamtu nabigu waxaan damcay laakiin nabigu ma samaynin sallallahu calayhi wasallam oo muxuu nabigu samayn waay hadduu amro nabigu in uu salaada loo aqimo hadduu amro oo markaa salaadii loo aqimo markii la aqimana asagiiba uu salaada ka tago haddee soo amarkiiba mukhaalafadiiba soo nabigu kuma dhicin sallallahu calayhi wasallam saa daradda asagiibaaba salaada ka tegay sooma jamaacada asagiibaaba ka tegay nabigu sallallahu calayhi wasallam calayhi salaatu wasalaam حسن يا شيخ النبي قم السمايين هنا علماء سو خلافين صلاة الجماعة ما واجبة مس واجبة علماء واجب يسي حديث كبي دليشين أو حيدهن نبي وحول كم جودي فأحرق عليهم بيوتهم بنبي إن الجريان كم جبان دمعي مرك الشيء كأنه يئل الجبو وأن إن لجت واجب qolada kalena xadiidkan laftiisay yay deliishadeeno waxay dhaheen dee nabigu ma samaynin sooma calayhi salaatu wasalaam laqad hamamtu waxaan hamiyey an aamura bisalaa fatuqaam salaada in loo aqimo oo markaa la aqimo uma ukhaalifa ilaa manaazili qawmin laa yashhaduuna asalaa fa uxariqa calayhim marka salaada qiimaha ay leedahay جماعة لغو تكدو فضلق أيلاد هاي إيا قودي لو قودين أيو قفك صلاة كتا أخرى عادنا كدك تإنو سن جماعة كتكنين وعيدك إيا قودي كسو أروري أيو حديث كان دليل إيا مركة وحديث آد خطروا وحل الله الله ينا مركة وارقة إيا دو مركة ماها وآيو أحاديث كلا أيا قيدي سؤو حريسة هاوينكو صلاة دو مدو أغو فضلق بدن وصلاة أي كتو كذان قريوه ده وليبا قول كتشيفك أي أصيف ضبدا سيدا النبي الشيغي عليه الصلاة والسلام حديث كأفرت لي لحاد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه حديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس صلاة الله أكبر وحديث حنون بدن عجيب وخطر
ليس صلاة صلاة ما أهان أثقل كذا أوليس بدن صلاة بتشرت أثقل كذا أوليس بدن على المنافقين أورك قالله وأورك يعني منافقين تو نفاق وقوة موتستة ظاهرك إسلام بموتستنا يعني مسلمين إلى يهين لكن أورك نفاق بك ججرة خطروا نفاق أمرك منا ونفاق عقد جاءه منا وامتك عمل جاءه مرك صلاة ليس صلاة أثقل كذا ولا يسبضني ما تبتو على المنافقين منافقين في الفجر صلاة الصبح جماعة إلا وتكذ والعشاء صلاة عشاء جماعة إلا وتكذ لا أصبع ألص ذلك منافقين أن أعوذ بالله عز وجل ولذلك أي أنه آل للعيد ذلك نوع عاص وكراء حي المنافقين تمروا بالصلاة ويكون ألص في سورة النساء وكأن الله كما ورمه سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له وكأن سبحانه وتعالى سورة مساكة ورمى منافقين يخادعون الله وهو خادعهم الله خيانيا الله من باب المقابلة بخيانيا اسم هذا إلهي كمدمة لكن ومن باب المقابلة يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة صلاة ديو استاجان قاموا كسالا أيجو تعبانه آد أقرب سنة يا صلاة بيستاجيا يرؤون الناس مدد كان استوسو سيانو مرك يكلب تكنا يا صلاة ويقول قل راعيانه صلاة خشوع لم تكلام ولا يذكرون الله إلا قليلا هذا لما حاكمنا صلاة أثقل ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر وإلا قصر توصي أباهنت صلاة الصبح إلا على إيمان أي أباهنت والعشاء صلاة عشاء واسدوك ولو يعلمون ما فيهما أجرك اللبضى كتشر هدي أغان لهايين لأتوهما ولو حبوا وإيمان لهايين ولو سلقوا سقد إيا قرقورت بأ الله كبير هذا الحديث كان وحسيب قوني أغا ورمي لبدا الصلاة دودا سوشا يقني أجر كأي فضل إليه وحوك لو حديث كو ورمي ذاتك لبدا الصلاة دود فضل إليه وحاكمنا منافقين تما بصو حاضر كرام كو فضل إتمامس لنا أكرنا وحي حديث كو تلمامي منافقين تو إلى أن نسرو حاضري كان لبدا الصلاة خطرت عريسك إلى هاي الدرادة إيا داد كان لبدا الصلاة سو حاضرين قود إيا وعدي كسو أروري وعيد بلوشي لا كسو أروري أو إن نفاق ولذلك الصحابة الوحيدين يجرين كمتى يجرين كمتى يجرين يجرين صلاة صلاة الصبح إيا وليبا إلا وحانو أركي جري داد كان قايم كميدا oo bataqaana la jiidayo laba nin garbahooda ay ku jiidayaan garabkooda ku dhex jira ayay saxaabadu soo guuriyeen xadiid nooca tilmaamays laysa salaatun athqala ala almunafiqina min alfajr walisha walaw ya'lamuna ma fiihima la atawhuma walaw habwa xadiidka afarta iyo toddobaad an abi hurayrata radiyallahu an anna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal ma min yawmin يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا نبي قلنا صلى الله عليه وآله وسلم وحوليه حديث قلت البخاري ومسلم باوريني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبي قلنا عليه الصلاة والسلام ما من يوم
مجرى يوم أما مال يصبح العباد فيه أضامد أي وبريسنيان فيه في اليوم مال كالحديثة مجرى مال وابريو إلا ملكان ينزلان إلا ملك باس لمن ملك باس ملك سعودنا فيقول أحدهما متكم إذا وحوي لهذا اللهم أعطي الله يوصي منفقا متك وحصد قيستا أي وحبا صلا خلفا ألو بدل خير برنسي أو وحو بحي وحك خير برنسي ويقول الآخر ككرنا وحوي لهذا اللهم أعطي الله يوصي ممسكا متك حوله سهيستي أي حوله سقبصدي كيف كيسي قعانتي سكون لغير الله حاسا تلفا هلاك الله يو حولها كبابي الله يو عافيماتك كقا الله يو أصغى مصيبة كرد وابر يمجره سبحان الله إلا الله بدا ملك باسودك هذا بقى حديث كان وحكو سابسان يفضل الصدقة صدقة له إيا إيه وحلى لبحه فضل لغا إيا درجة له إيا مكان هذا إيا باسكو الله دقي وحديث كوساب سي قيبت الكوبا ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان وحلقا قادنا يا الله من ملك إلى الصبح والبسود دقان أيا حديث كو تلما ميا لبدا ملك مقع عودا لما الشيقي شرعه ما الشيقي لبا ملك أم بسودي ملائكته وخلق من خلق الله مخلوقاتك الله كمدهم خلقوا من نور نار وحلقة أبو رئفتين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لما ملك باسودك ملائكة إلى كور شرطة لقى قادنا يا أي كور كسودك لفظك ينزلاني كور بيك سودك يا فعلك وحوت الماما يا شيء كور شرطة أو سودك يا نزل به الروح الأمين تنزيل الكتاب مرك ينزلان ويسود دقيان فيقول أحدهما وحوله اللهم أعطي منفقا خلفا وحالا يقع دانا يا ملك إنو دعي دعي سنة مقبول إلا أقبل أيو إلا أقبل أيو أيا لا يقع دانا أعطي منفقا الله يوصي متكستو وحصد قيسي الله وحك خير بدنسي اللهم آمين ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلف مرك فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله في سبيل الخيرات خيرات في الطرق في الطرق طرق الخيرات إيه واحد يقول بحصده طرق الخير ك أيا حديثك أتلما ميا ساد رادد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أويلي حالقف وبحصدي مجرد إنه وحكم بحيي ما نسقى ميان ما نقصد مال من صدقة أي نبي وحديث قال كنا صلى الله عليه وسلم حديث كأفرتني يا سديدات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله جل وعلا تبارك وتعالى وحديث القدس ألو حيلنا ما لعبد المؤمن ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة حديثك وحاول الإمام البخاري عليه رحائم الله رحمة الله من حديث أبي هريرة وأنا حديث القدسي يقول جل وعلا ما لعبد المؤمن أدونك إذا مؤمنك أغمى السبنان عندي أكثر إذا أغمى السبنان جزاء أبال إذا قبضت صفيه أي حبيبه هدي النفتك قاضه كي أتعلى ومن أهل الدنيا كمدة كو أتعلى وكو الدنيا كن ولا كمدة هدى المت كمدة كقاضه إلمه سيبان قاضي حاسه سيبان قاضي أما ننكي بان قاضي أما أبي أما هو يدي أما شيخي أما معلم كيسه
وحضورا بان هم نقضيه قف أهل الدنيا أها أو جعلا بان قاضي نفتا كقاضي أو وادنتي ثم احتسبه أو إلهي كطلبه أو ويديس الاحتساب أجر طلب وأن لك أجر أجر طلب مصيبة وإلهي كجا أجر طلبه أو كجا أجر دونه مصيبة كل عضي قف ساسا مجره نفي النفي إثبات إلا الجنة أبال كيسي الجنة دي سو وحكى لماها أبال كيسو وحكى لماها إلا الجنة حديث كني ألو حليه سبحانه وتعالى هذا سكوا من أشيب أدون كيغا هدي أن قف على الدنيا هدي أن كقاضة أو أنتو قف على بعد أنتي أو قاضة كدبنا مصيبة كتمت وكصبري أو إلهي أتي سأجر كقطلبي إلا قف كاسي أبالكي سوحك لماءها وأنجم وقت إلهي سأسوليه سبحانه وتعالى حديث كان الضوء حكوس سابسين هي حمد إلهي واسع نماذي له أي حديث كنوات المامي هي طرق خير كاللغوه له إيه جنة اللغوه له أي حديث كنوات المامي أولا ما لعبد المؤمن إضافة وإضافة التشريف إلهي بوحو له أدون كيغ مؤمنك قرآن كنا ما يربضا بالأرك قل يا عبادي الذين الله أولي سبحانه وتعالى يا عبادي إن أرضي واسعة بركة وتشريف مؤمن بالغوت المامي ودرجة ذوي محاية لي أرنت أن صوصة أتنم عن مؤمن أهين بما سمين كرا قف إيمان كيسو حب بدي هيبا سمين كرا قف أتش على إنتي لغا قاضو إن أكس صبره إلهي ألتي سنة أجر وكطلبه وهو مؤمن ما صوينك ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه أي حبيبه متك شعرابا قاضي وكمل أهل الدنيا ثم احتسبه ومهيم نبي صلى الله عليه وسلم وحصامر هاوين أي قبر كد الولي مكاسو كير محاكم ودعي أي قلت لي ويل كيجي ما قلت ويقول لي اسك الصبر كل نفس ذائقة الموت طفر بواد مريا وحيت لي جتك وحك ودع وحي ودع أيضا كود دع مصيبة يقول دع أيضا كود دع ما لقينا جرني إنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كي تكتي أمرك النبي قلت لي عليه الصلاة والسلام أيا جبر الله شيء ولا يلي قف في كل هذا يا رسول الله وعليه الصلاة والسلام كدنا وين بحضي قولي كما يترتي وحوار دي أن لهين رسولك إله يوم حدا صبر ياه جوابت النبي حياه إنما الصبر عند الصدمة الأولى مصيبة لقى أجر أجر كان لقيه ليه صبر كأجر كان لقيه ليه مصيبة مركة يكون لعضل الأجر كيه ليسو ومركه هرأي نبركو كوكو عسوبي هاي ناتكو صبرت نبركو مركو كوكو عسوبي وإلا المهاجو ما صبيحي دونه المهاجو ما صبيحي دونه وخلاص مركة حديثك هو حديث عظيم ضدك أهل المصائب تكون عظيم الله الله إياه ضدك مصيبة ما أنت هدي ميل والبي هدي ما أنت كان مقالت يقف ورالك أبا يكون عيسى مركة حديثك أن تصليه يوم حال إلى ذو حوت المام إياه قفك إلا رالي قلنا يولي ليه هدا صبرت وح وين بالغو دياري أو جنة مركا يان جنة لسك خسارين إنه مصيبة هذا يكون على وقدر إيا قضاء إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولا دعوينك أي مصيبة أو شرع عضو وينوشت شرع عضو هم كيف تجد هذا مصيبة عضو هي هدي لبرواقي سيئة هدي لقاتشي سيئة انت ما وينوشت شرع عضو هذا سمين له قرآن كإلهي وحكوير ما فرطنا الكتاب من شيء قرآن كوحبك جماعة وحول بوان عضيني
يقول الله تبارك وتعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. حديث كدرسي أنا ما تعودن بيا وحديث كالصقالية أفرتنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام. حديث كوحاوري الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس أي سيمر على الناس ذاتك وحاسون مريدونا زمان وقت بيدتك سجاري دونا ذاتك وحاسون مريدونا زمن وقت لا يبالي المرء قفك أصندن إيا آبا من كرهين ما أخذ منه من الدنيا من الزمن زمن كان النور يهوح كقاضر أيه أصندن كرهين حرها لقوضا أم من الحلال أم من الحرام. ما حلال بيحولهم ما حلال حق يديك أغي مادين أي أبنانايسو إنو انتفاع صدا أعنو كسو حجيو عرورتي سي رير كيسا سي أم من الحرام نسا حرام بي كسو قلي سادن بكماله. المهم وإن يتشيب كيسا وحقران المهم وإن يتشيب كيسا وحقران دنب كما قاليو طرق ضئي ودوين كالوامر يمهيم بأها إن حول الله لو بامهيمة. أعوذ بالله ونعوذ بالله إلهي أن حفظيو زمن كان أصيا هذا وين نتشونا وين موقتا إنا نتشونا دوتكم ما أنت إن بدنو كمدة وما أبرئ نفسي إن بدنو كمدة نفت إذا كمبري إليو لكن محاسبة النفس وامهيم نفت إن دبلغو النقضو إن بدن عددك كميدة ما أنت وحي أصعد عليا بس حول سيدو هشا لكن حولها أن أد كسبان يسو وحقاتك كين يسا ودريب أمر يسا قفكم ما أنت مفيرين أيو عروتي سوحو السين يا مفيرين أيو مركة أوحرنا يا وحكو قدنا يا مفيرين أيو حجو آذي يا مفيرين أيو أم من الحلال أم من الحرام. يأتي على الناس زمان دوتك وحصومر دون الزمن أما وقت أما سنة لا يبالي المرء قفو صندن كجلين ما أخذ منه من الزمان زمان كأوحو كقاتي أم من الحلال أم من الحرام. ما حلال بام سوى حرام وصن وحدا أكرهين. ولذلك أبو نبي صلى الله عليه وسلم وحيلي كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به. هرب كسته أو حرام كبر باري نار باكوها بون. نعوذ بالله عز وجل. حديث مسلم وذكر نيسان من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. حديث آخر كيس ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وحو عريه وحو عبيه وحو حرريه يا وحو لوسو كريمه وحرامه سيد على الله أقبلي يا سعد أطم مطعمك تكون مستجاب الدعوة. سعدو حلال على شاد الجلي دعاء لما كان صلى أقبل يا أبو بكر نين أدونا بأوش قين شري ما ريت دم ب أيو أنت وحص وش قيب وأبو بكر باع عني ماكو عني كذب أيو كوي لأبو بكر وما وقت ما أنت وحنا أدعمتي أنت ذا أدعمتي لعقت أن كسر قضي ماشى إذا سوق شيء ما يبي وأجي هري قبل الإسلام نين متغانا وحيالو أنو سمين كري أيا إسوسيي كاهين يا وحلا ميدا أبو بكر مركي بقى أنتو أفكا جليي علوشي سويحي كتشرين أبنان كو كابي
ومسيرة خطورة هذا الأمر يهون إلهي وهو كل عمضي وأكلهم السحت الله كتل ما سبحانه وتعالى أننا باب الحية الكوية حيش وينهو بضنت أرين تاسي وأرين دبل إلا سم راجعي مضن علمي عام انتبه الله وحاو يديسنا يا سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى درسي كوبا تبنك حديثة إنه نغو أنفعه وكو رغمة وكو عمل فله إلهي إنه نغاده أيان الله ويديسنا يا سبحانه وتعالى إنت نكيو كل ما إنه كولا كان كولا ككوحيقة وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.